الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مره اخرى في برنامج الثروه الحيوانيه. احنا محتاجين ان احنا نحط ايدينا في ايدين المربي، بمعنى لازم يكون في معلومه ارشاديه بتوصل له دايما. هو من حقه يعرف يعني ايه امان حيوي، ومن حقه يعرف يعني ايه تغذيه سليمه، ويعني ايه مركبات اعلاف. هو يقدر يعتمد على الاعلاف الخضراء فقط ولا لازم يكون عنده مركزات اعلاف؟ من حقه يعرف نوعيه الحيوان اللي بيتعامل معاه، ده مجدي ولا ان هو يتخلص منه بدل ما يكون مصاريف زياده وعبء موجود عنده. النهارده انا هحاول القي الضوء على التغذيه السليمه وعلى الرعايه، نبتدي ازاي مع المربي علشان يواجه التحديات اللي بتقابله. شيء مؤسف جدا ان انا اسمع من الناس يقول لي انا بعد ما اربي ما بعرفش اكسب، ما بعرفش ابيع. لا، ده من حقك تكسب، من حقك تسوق. انا عايز النهارده اللي عنده 20 راس بق السنه الجايه ان شاء الله يبقى عنده 100، لان ده كله خير هيرجع على بلدنا. انا يشرفني وجود الاستاذ الدكتور احمد سليمان، استاذ تغذيه الحيوان بمعهد بحوث الانتاج الحيواني. برحب بحضرتك يا دكتور احمد. اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا. ويشرفني وجود الدكتور مصطفى النحراوي، استاذ تغذيه الحيوان بمعهد بحوث الانتاج الحيواني. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور احمد. احنا اتكلمنا كتير عن الثروه الحيوانيه وعن اسس التربيه السليمه. من خلال زياراتك للمزارعين، شايف ايه الاخطاء الشائعه اللي هم بيقعوا فيها او بتكون سبب في ان هو يكسب؟ يعني معدل التحويل عنده بطيء، معدل انتاج الالبان، دي كلها مشاكل بتقابل المربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه في جزء ما نقدرش نقول عليه اخطاء، لانه هو الحيوان اللي موجود عندي مختلف وراثيا، يعني ما فيش حيوان مطابق للاخر في الشكل الوراثي او التركيب الوراثي بتاعه، وبالتالي الحيوانات بينها وبين بعضها فيها اختلافات كثيره جدا في تحويل العملية التحويلية أو عملية تحويل الغذاء إلى منتج سواء كان لبن أو لحم. فده طبعا ده قدر الحيوانات اللي موجودة عندنا في مصر هنا، لأنها مش حيوانات قياسية زي الفريزيان وزي الشورت هورن والحيوانات الأصيلة أو القياسية. الحاجة الثانية، الجزء اللي بيقع فيه المربي ده طبعا عن قصد أو دون قصد المفروض ياخد باله منه، اللي هو المفروض أن أنا أراعي الحيوانات بتاعتي لما اجي اربيها لازم تكون فيها نوع من انواع التجانس. بمعنى التجانس يعني التجانس العمري. بمعنى ان انا اربي حيوانات تقريبا في عمر واحد عشان خاطر اقدر اسوقها. تمام. الحاجه الثانيه، لو هي مثلا حيوانات لبن، انا ممكن اظبط حيواناتي على الموسم بتاع البرسيم، لانه طبعا ده معروف الولادات بتاعه البرسيم، الحيوانات تبقى على موسم البرسيم، يبقى معناها داخل على موسم فيه علف أخضر بكمية كويسة ومتوفرة، وبالتالي يبقى عملية التغذية فيه بالنسبة له رخيصة. الحاجة الثانية، ما زاد عن حاجة الحيوان من غذاء المفروض المربي يحتفظ بيه، احنا هنلاقيه ياخده كده وبطريقة سهلة جدا، يقول لك انا اتخلص منه وبعدين انا هاخد منه من مقابل ليه مبلغ، والمبلغ لا اصرف نفسي فيه. يجي في وقت تاني ملاقيش فيه اكل الحيوانات بتاعته، يبص يلاقي نفسه شاري تغذية أو خامات تغذية بمبلغ أكبر من اللي تحصل عليه ساعة ما باع هذه الخامة. أيوة. فطبعا ده يعتبر من الأخطاء الكبيرة جدا. هو لو احتفظ بيه في صورة سلاج أو دريس أحسن، لأنه ده يعتبر ستوك موجود عنده لحين الحاجة يرجع له مرة تانية. الحاجة اللي بعد كده، الرعاية اللي هي المفروض الأساسية للحيوان بتاع المزرعة، بمعنى ان احنا يعني متعودنا كده ان احنا بنجيب الحيوان ونحطه في ملحق تبع البيت او حظيرة اي حاجة متخصصة باي حاجة ونربي فيها الحيوان بتاعنا. طبعا احنا لو شفنا الحيوانات موجودة في اوروبا، المكان اللي بتربى فيها كما لو كانت مستشفى، مستشفى هي من المستشفيات الدرجة الاولى. صح. يعني مكان نظيف جدا، الحوائط بتاعة الحظيرة نظيفة جدا، ما فيهاش ثقوب، ما فيهاش شروخ، ما فيش فيها حشرات، ما فيش فيها زواحف، الأرضية نظيفة جدا، فيها نوع من التصريف للبول والروث بتاع الحيوانات بتاعتي، ما فيهاش روايح كريهة ممكن تجيب مشاكل مرضية للحيوان، فيها برضو فترة الصيف فيها أجواء طرية جدا للحيوان بحيث أنها ممكن تعمل نوع من التكيف للحيوان بدل ما يعاني من ضغوط سواء كان في درجة الحرارة العالية أو درجة الحرارة الواطية، وبالتالي يبقى الحيوان بيديني إنتاج وهو مستريح جدا. صح. مهم جدا الحيوان بتاعي برضو أوفر له كمية من الغذاء المتوازن. متوازن يعني
يعني فيه طاقة وبروتين وكمان شوية أملاح معدنية أو إضافات غذائية اللي هي زي ما هو منصوص عليها، شوية فيتامينات وأملاح معدنية بطريقة متزنة جدا. الطاقة والبروتين ده طبعا ده أمر هنتكلم عليه بعد شوية، اللي هو حسب الحالة العمرية، حسب الحالة الإنتاجية، حسب الظروف المحيطة بالحيوان، إذا كان حر أو صيف، طريقة التغذية نفسها، طبعا دي كلها أمور تدخل فيه. مهمة جدا ولازم هنتكلم فيها بالتفصيل، بس نعم. أنا عايز أكلم الدكتور مصطفى وأسأله، إحنا نعرف أو نقدر، أنا عارف إن أنتم إمكانياتكم كبيرة جدا وأبحاثكم، نحسب كيلو اللحوم الحمراء بيتكلف عليها كام؟ ده بيصرف مية وبيصرف تغذية، أنا أقدر أحسبها؟ وإيه هي المحددات إن أنا ممكن أحسب بيها؟ تمام، هو حضرتك طبعا بالنسبة للجزئية اللي اتكلم فيها الدكتور أحمد دي جزئية مهمة جدا. إحنا عندنا في معهد بحوث الإنتاج الحيواني بنهتم بجزئين على حسب قدر المشروع. طبعا احنا عارفين ان معظم الثروة الحيوانية موجودة مع الفلاح، طبعا هي قلت، احنا عندنا السمول سكيل اللي هو الفلاح اللي عنده الراس والراسين لحد 10 رؤوس، وبعد كده عندنا المزارع الكبيرة. طبعا المزارع الكبيرة شغالة بشكل اقتصادي، يعني هو بيعرف هو بيكسب او بيخسر، حتى ما بيجي يدخل حاجة او يدخل اي فاكتور او اي عامل عنده بيشتغل معاه، ده بيبقى ليه حساباته. نيجي نتكلم على الداخل اللي جوه حساب الكيلو اللي انا بتكلم عنه. طبعا كل حاجه ليها حسابات، لان هو بيحسب على الراس وعدد عنده رؤوس، زادت عدد الرؤوس بتقل التكلفه، عنده عماله، عنده كل حاجه ليها حسابات. الفلاح بقى مشكلته ان هو ما عندوش حسابات يقدر يحدد عليها المكسب والخساره. من اهم الحسابات دي هو مجهوده الشخصي، يعني هو ما بيقدرش يقيم مجهوده الشخصي، ما بيقولش انا بذلت مجهود قد ايه. اهل بيته بيساعدوا، سواء زوجته او اولاده، او برضه بيساعدوا معاه كمجهود، برضه ما يقدرش يقيم المجهود ده. نيجي نقدر نقول هو يقدر يحسب الكلام ده ولا ما يحسب، اما تبقى عدد اليونت قليل، هو راس او راسين، ما بتبقاش ليها حسابات. ودي مشكلتنا على فكره في مصر، احنا عندنا مشكلتنا ان معظم الثروه الحيوانيه مع الناس اللي ما بتحسبش التكلفه بتاعتها. برضه طيب. انا هرجع لمشكله كبيره، آه. انا عايز اعرف هكسب ازاي، اصل انا صعب ان انا اجيب راس او راسين او 10 وابتدي اشتري اعلاف، وبدخل الاعلاف عندي في الحظيره حاططها قدام الحيوان، كل ما كلش انا متعود ان انا اتابعه، ففي النهايه يا فندم ده في العموم، ده حتى ما يجي يقول لك ايه، يقول لك انا اشتريت الحيوان ده بقد كذا وبعته بقد كذا، ما يقولكش كسبت قد كذا. هو حساباته المكسب هو اللي جه، هو اشترى مثلا بسي مثلا ب 10,000، هو باع ب 15 او ب 16، يقول لك انا بعت ب 16 انا كسبت 6,000 جنيه. هو ما كسبش. هو الفلاح يمكن هو من 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 العماله اللي شايله المجتمع بشكل كبير. ليه؟ لان هو ما بيحسبش، والدنيا ماشيه عشان هو ما بيحسبش. هو النهارده الارض مرتبطه بالحيوانات، ما فيش فلاح ما عندوش ارض، لازم يبقى عنده حيوانات. الحيوانات دي بيروح بيها الارض، بيبتدي يقوم بعمليات الفلاحه، وجنب عمليات الفلاحه بيغذي الحيوانات اخر النهار او الصبح واخر النهار، بيبتدي يتعامل مع الحيوان سواء عمليات حليب او بيدي حيوان التسمين العلف المركز اللي هو المفروض كاضافه بيضيفها له. طيب نيجي نقول النهارده حساباته ازاي. حساباته هو النهارده يقول لك ايه، انا والله عندي ذره وعندي رده، بس ما يقدرش يجيب فول صويا. ايوه، فول الصويا ده مصدر البروتين. طيب يبقى الذرة والردة، ما يجي يحط الذرة والردة، طب الذرة نسبة البروتين فيها 9%، طب الردة بتوصل ل 12%، أنا عايز في التسمين 14% أقل حاجة، علشان خاطر الحيوان يبتدي يستفيد بالعلف لأن أنت لو ما عندكش زي ما الدكتور أحمد قال، لو ما عندكش بروتين كافي تمثيل الطاقة أو بيقل، والعكس نفس الكلام بيحصل. تمام دكتور أحمد، حضرتك قلت كلمة، قلت لي الطاقة والبروتين، وأنا هتكلم عنهم بعد كده، تقصد إيه؟ التوازن بين الطاقة والبروتين، إنه الحيوان هو في العمر الصغير بيبقى معدل نموه بتاعه عالي جدا، وخصوصا في بناء العضلات أو الهيكل اللي هو اللحم، دي بتحتاج كمية كبيرة من البروتين، وبالتالي لازم العلايق بتاعة الحيوانات وفي العمر الصغير تحتاج إلى نسبة كبيرة جدا من البروتين. يعني العلايق يجب أن تحتوي على قدر عالي من البروتين، قد يصل في بعض الأحيان في الحيوانات المتخصصة إلى 18%، وممكن أكتر من كده كمان. حيوانات اللبن نفس الشيء،
كل ما يتقدم الحيوان في العمر ممكن أقلل نسبة البروتين اللي موجودة في العلايق، وبالمقابل أرفع نسبة الطاقة، لأنه الحيوان بيبقى أكتر احتياجا للبروتين في العمر الصغير، ولحد ما الطاقة بيبقى نسبة أقل شوية. طب هتوقف عند نقطة الطاقة علشان أنا معايا الحاج أحمد بقاله فترة. اتفضل يا أستاذ أحمد. أيوة يا فندم. أهلا بيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة بس يا فندم أنا سامعك خلاص، وإحنا مع بعض، ابعد عن التلفزيون علشان نعرف نتكلم. ماشي يا فندم. بالنسبة بس للمواشي في الأسعار دي هتتظبط ولا يا فندم؟ إحنا مش بنتكلم في الأسعار هتتظبط، أنت شغال طول عمرك عرض وطلب، صح؟ صح. بتعرض وبتحط لك سعر فيها فبتبيع. احنا دلوقتي بنتكلم على اسس التغذيه السليمه عشان نوصل للتكلفه. انت بتعرف الكيلو اللحمه بيتكلف عليك كام؟ لا والله، والله انا كنت مسافر وكده وجبت مواشي وستير ودخلت دلوقتي فمصدوم فيهم والله. انت دخلت فيهم. وزن قد ايه يا حاج احمد؟ والله عندي حلاب وعندي والد وكده يعني. ايوه ماشي، احنا بنتكلم دلوقتي، انت دلوقتي متجه لسعر كيلو اللبن بيقف عليك بقد ايه؟ بخمسه دلوقتي، كان ثلاثة شويه، كان ثلاثة وصل لحد خمسه دلوقتي. ده سعر البيع صح؟ اه سعر البيع. طب سعر التكلفه بقى، تكلفه الكيلو حسبتها؟ لا والله. طيب ما دي اهم نقطه يا حاج احمد علشان خاطر انت تعرف الموضوع ماشي معاك ولا لا، لازم بالورقه والقلم بتكتب حتى ما تيجي تسأل متخصص عشان يعرف يحل لك المشكلة، عشان يعرف المشكلة فين، لازم يبقى عارف نقط الضعف اللي عندك ايه عشان يحلها لك. هو انت بتشتغل على اعلاف خضراء ولا مركزات؟ في خضراء وفي على سلاج وكده. طيب قول لنا انت بتوكل ازاي؟ والله في طاقة الصبح اللي هي سلاج ورش عليه، وبقيت اليوم برسيم وكده. طيب لا انت دلوقتي انت الصبح بتقول انت بتوكل سلاج وعلف مركز صح؟ تمام. طيب السلاج الياف حامضيه تمام، والعلف المركز حامضي برضه. تمام. تمام، انت كده بتنزل البي اتش بتاعت الكرش، الميكروبات بتاعت الكرش اللي هي المسؤول عن انتاج الطاقه اللي هي تمثل 70% الفولاتايل فاتي اسيد الاحماض الدهنيه الطياره اللي هي بتدي تقريبا 70% من الطاقه للحيوان، دي بتشتغل عند بي اتش 7، عند درجه حموضه 7. انت كده بتقتل الميكروبات اللي موجوده، واخد بالك؟ فالاستفاده او بتقلل نشاطها، فانت دلوقتي الاستفاده من العلف اللي انت بتحطه قلت. تمام. اسمعنا بقى عشان احنا لسه هنتكلم على نقط مهمه في التغذيه، والمدخلات بتاعتكم دي مهمه عشان تحدد محاورنا كمان. حلها ممكن في حاجه صغيره جدا، انك انت تحط بيكربونات. هنتكلم عنها. بيكربونات هتعدل معاك رقم. معايا استاذ محمد من الغربيه اتفضل. محمد من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا بتكلم عن موضوع التغذيه بالنسبه للبهايم والمكسب والخساره اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ايوه احكي لي. طيب حضرتك انا دلوقتي عندي 40 سنه، انولدت لقيت والدي بيربي بهايم، بنعرف لحم بهايم، لبن بهايم، جنيه كده يعني. ايوه. موضوع التغذيه دلوقتي هل اختلف عن زمان؟ طبعا اختلف. بالنسبه لايه حضرتك؟ بص يا حاج محمد، انا اقول لك، بس انا هقول لك جزئيه دلوقتي، النقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، الاساس حضرتك في عمليه الهضم هو الكرش، الحيوانات تمام. المكتره دي في الاساس هي حيوانات اكله عجب. ماشي. تمام ماشي يا فندم. العجب اللي هو الغني زي البرسيم الحجازي زي البرسيم المصري زي سلاج الذره، هو ده اللي انا بستخدمه. تمام. كل ما زودت الكمية المأكولة من العلف الأخضر عالي الجودة، يعني إيه زودت الكمية المأكولة؟ يعني إن أنا بقطع العلف الأخضر ده بحيث إن أنا بقلل الطول بتاعه، بخليه قطع صغيرة، ما يبقى قطع صغيرة أكل منه كمية أكبر، يقوم الحيوان يستفيد أكتر. ليه؟ لأنه حيوان مكتر يعني أكل عجب. الجزئية الثانية ان انا بقلل كمية العلف المركز المستخدمة، لان هو المفروض ان هو بياخد جزء كبير من الطاقة اللي هو بيحتاجها من العلف الاخضر. طيب. طيب انا عايز اسألك سؤال قبل ما حضرتك تسأل. انت تقدر تقول لي انت بتكلف كيلو اللحمة كام؟ يا باشا كيلو اللحمة بالنسبة لي انا بشتريها النهاردة ب 110. انت بتتكلم على اللحمة اللي انت بتجيبها من عند الجزار. انت النهاردة لما بتيجي تربي
مثلا بتشتري الحيوان 200 كيلو مثلا بتبيعه 400، بتخسر عليا ال 200 كيلو اللي انت زودت حجمه فيهم او سمنتهم دول، تعرف كلفوك كام؟ انت حسبتها بالورقه والقلم كده صرفت قد ايه؟ لا عمر ما حسبناها، اصل مش بعد ايه نروح ومش بعد لما. طيب يا حاج، يا حاج احمد ولا احمد؟ محمد. محمد يا حاج محمد. دلوقتي يا حاج محمد انت بتبدا بوزن قد ايه تسمين؟ تسمين يا باشا احنا بنبدا بوزن 250 كيلو. 200؟ 250. 250 كيلو جايم. طيب 250، انت عندك ميزان يا حاج محمد ولا لا؟ لا ما عندي. ما عندكش ميزان انت، يعني بتشوف كده بتقول الحيوان ده بيزيد مع الاكل ولا لا؟ بالنظر كده. طيب اصل بالنسبه للحيوانات ممارسه يعني. تمام اول معاك حضرتك دلوقتي عاوز اتكلم عن نقطه مهمه. اتفضل. احنا دلوقتي يعني لما اخذ بروح اشتري النهارده عشان اجيب جاموسه او بقره اولدها، يعني كان يعني اجيب بقر 10 سبعة وبولد وبضيعه والد. تمام. كنا الاول بنشتري البقره ب 13000 ب 14000 بنبيعها ب 20. تمام. النهارده بشتريها ب 13000 وبولدها وببيعها ب 9، ايه السبب في كده؟ يعني ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ احنا قلنا حضرتك الاستاذ سامح قال لحضرتك ان دي سياسه العرض والطلب. النهارده انا في مشكله حصلت برضو في الفتره دي. احنا ما عندناش منظومه للتسويق، يعني انت بتعتمد على البيع لتاجر بيجي يحط لك الفلوس وانت خلاص عايز تطلع القطيع فهو بيبتدي يضغط عليك. انا لما بتكلم على سياسه التسعير بقول ليه؟ ان انت حتى حضرتك كمربي ما وصلتش انت صرفت قد ايه على الحيوان اللي قاعد عندك فتره ده، فانت وانت نازل السوق المفروض تبقى يعني عارف انت صرفت كام علشان هتكسب كام فتقدر تبيع. يا فندم. ايوه يا فندم يا فندم يا فندم، حضرتك انا بخسر النهارده من راس المال. ايوه يعني النهارده بخسر من راس المال. هو انت بتحسب الموضوع كله على بعضه، مثلا صرفت 10000 او 100000، فلما بتيجي تبيع بتلاقي ان انت ما لمتش الفلوس اللي انت صرفتها. استاذنك يا باشا، انا دفعت وانا بشتري البهيم نفسه. يا استاذ محمد انا هقول لحضرتك على حاجه بس، انت دلوقتي حضرتك بتقول انا جبت 10 7 ولدت، انت المفروض ولدت بار صح ولا انا غلطان؟ شهرين ونص، يعني انت دلوقتي السعر قل عندك من 13000 ل 9000، يعني 6000 جنيه في شهرين ونص. ده راجع لايه؟ هل الشهرين ونص دول حصلت الازمه هي اللي قللت عندك السعر ده، ولا انت ممكن ما هو اصل في كذا احتمال، انا ممكن انزل اشتري بهيم السوق وانا بشتري البهيم انا ما قيموش مظبوط واخده. لا يا سعاده الباشا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. احنا الحاجات ديت يعني خبره، يعني مش اول مره لمؤاخذه حضرتك، ممكن يجي واحد راجل جاي من على مكتب يشتري عجل او يشتري فاحل يذبحه بيروح لتاجر يتاجر بجوله. يبقى نستبعد الاحتمال ده ونتكلم في الاحتمال الثاني. ايه السبب ان انت خلال انا راجل صاحب، اما انا راجل صاحب خبره. تمام. طيب بص يا حاج محمد، اتفضل. انت انا معترف ان انت راجل صاحب خبره وبعينك كده تقدر تفحص الحيوان الاوائل بتاعته شكله هو ده هيديني في خلال الشهرين بتاعه هيملى دول ايه اللي حصل. لا غير كده يعني دي جزئيه انت ممتاز فيها، بس في جزئيه ثانيه، ازاي ان انا اصرف، ازاي ان انا ادير المشروع، اجيب ايه باقل تكلفه. في جزئيه انا موافقك فيها اللي هي بتاعه السوق، تنظيم السوق. انا مش شايف دور لجمعيات تنميه الثروه الحيوانيه ولا روابط لتنميه الثروه الحيوانيه يتولوا عمليه التسويق ليكم. يعني انا لما رأي الناس فرحانه وانا سعيد ان المستهلك يقول ان في المحافظات ب 80 وب 90. طيب حتى لو هي بتتباع ب 80 هي اتكلفت كام على المربي عشان ياخد هامش ربح، والجزار كسب كام علشان يبقى كل واحد خد الجزئيه بتاعته؟ مفيش 80. الجزار النهارده كان بيشتري عجل عشان يضحه ب 30000 و 40000، النهارده بيشتري ب 15 وب 12. بس ده مبالغ فيه، 15 و12 دي شويه قوي يعني. لا ما هو بس هو اللي جاب السوق يا سعاده الباشا، موجود النهارده. طيب يعني النهارده بيروح يشتري عيش اللحم. بشكرك يا حاج محمد، يعني ده نموذج انا بسمعه بقالي شهرين. فندم هو بيتكلم ده بعيد عن البقر. هو بيتكلم دلوقتي على حيوان تربيه، بقر هو بيجيبه بيولده، هو بيتكلم على مده قليله شهرين ونص، ولد بيبيع الولد، وبيتكلم في الحيوان نفسه بيبيعه بكام؟ هو ده السؤال. هو بيقول انا بخسر، فاحنا عندنا كذا احتمال للخساره، يا اما هو شاري غالي، شاري حاجه غاليه، يا اما هو بيتكلم على جزئيه ان هو
في حصلت الرده، يعني الرده تمت في المده اللي هو بيتكلم عليها دي. هو السؤال دلوقتي لكل الناس، هل الموضوع هيستمر زي ما هو مستمر بالشكل ده؟ احنا دلوقتي عندنا الحيوان اللي هو بيتكلم فيه ده حيوان منتج للبن، سعر اللبن اتغير؟ هو ده السؤال. ايوه، وكمان الناتج اللي هو الخلفه دي بتمن، تمام، ده اللي احنا بنتكلم فيه، قيمه مضافه عنده، ودي جات له منها فلوس. طيب انا معايا استاذ يوسف، ما حطش في حسبانه المولود الصغير ده باعه بكام، هناخد يوسف الاول، ما ضافوش في الحساب. اتفضل يا حاج يوسف. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامي كل سنه طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. ايه بقى، اكلم حضرتك بالنسبه للساده الموجودين جنبك دول، الفلاح المربي الصغير ده مات. وانا عايز بس اوضح لك حاجه، بس اسمعني وبعدين هكمل معاك الكلام. انا معايا الدكتور احمد سليمان ومعايا الدكتور مصطفى النحراوي، دول خبراء تغذيه، يعني التسويق والعرض والطلب ده مش تخصصنا ولا احنا بنناقشه. لا، في جزئيه بيه عايزين اضيفهاله، احنا فلاحين كمان زي حضرتك يا بيه، يا باشا فلاحين زيك والله، ومن الارياف ومن الاقاليم. النهارده الفلاح البسيط اللي هو ابو 5 حتات و6 حتات و7 حتات مات، لانه السنه اللي فاتت اشترى البقره ب 30,000 جنيه، النهارده البقره ب 14,000 جنيه، كيلو العلف النهارده وصل 4.5 جنيه، مات وتوفى وخلاص انتهى، لا هو عارف يربي ولا عارف حاجه، كيلو اللبن اللي الاخر بيقول عليه ب 5 جنيه كانت شكاره الرده ب 60 جنيه، النهارده كيلو اللبن ب 5 جنيه شكاره الرده ب 100 جنيه و10، يعني الرده النهارده الكيلو ب 3.5 جنيه. الفلاح الصغير ما كانش هيتدعم من الحكومه بالنسبه للكسب اللي كنا بناخده زمان، بنروح الجمعيه ونجيبه اللي كان لوحده وبندفع نص تكلفه العالم، غير كده طول ما احنا متعرضين لمصير التجار اللي هم بتوع الاعلاف اللي هم ماسكين الدوله بحالها. بس هو لا، هي مش لا تجار الاعلاف، انا عايز برضو يبقى عندنا يعني دقة. لا احنا مش عارفين نعيش يا استاذ. اسمعني يا حاج بس، علشان انت يعني لو بتتابعني دايما انا ببقى موضوعي، يعني حضرتك على طول ما بحبش القي التهم جزافا. انا ممكن اقول لك انا متفق ان في استغلال من التاجر، انما الاعلاف دي صناعه ليها مدخلات بتحددها الاسعار العالميه، لان احنا بنستورد كل مدخلات الصناعه. الاسعار العالميه تموت الغلابه والمحتاجين. ما احنا دلوقتي يا حاج بنتكلم عشان نشوف حل. خلي بالك لو قعدنا نشتكي هنشتكي من حاجات كتير، بس لو ما اشتغلناش وما خدناش خطوه ايجابيه مفيش حاجه هتتحل. احنا كنا من سنتين المربي بيتكلم في ايه؟ العلف غالي وانا معيش فلوس عشان اشتري، دلوقتي العلف غالي بس في قرض البتلو. المشكله هنا ما هياش في سعر العلف ولا في قرض البتلو، المشكله النهارده في التسويق بعد ما انا صرفت وربيت، الم فلوسي تاني ازاي؟ انا اراهن على واحد جاء عمل مشروع البتلو وكسب جنيه واحد. احنا ما بين نارين دلوقتي، ما بين العلف الغالي ما بين البهايم اللي نزلت ماتت، كانت البهيمه ب 25,000 و 26,000، النهارده ب 12,000. طب انت النهارده لما بتيجي بتدخل، انا النهارده 30,000، لما تيجي حضرتك هتدخل قطيع جديد ما انت هتدخله بالسعر الرخيص. ماشي، ما انا خلاص مت بقى من السنه اللي فاتت والعلف يعني هي الخساره بتاعت الفتره اللي هي الانتقاليه اللي هي ما بين مرحلتين. الحكومه لابد ان تبص للفلاح البسيط. انا مش تبص للفلاح، انا عايز يعني طلب، عايز طلب منك ليهم. اولا انت قلت لي يرجعوا الرده تاني، دي مش هتنفع دلوقتي. في حاجه كان اسمه قسم اللي هو بتاع، ما انا هقول لك على حاجه بس اسمعني. طيب اسمعني، هقول لك على حاجه. النهارده انت لما بتاخد قرض البترول بيبقى لك حصه في الاعلاف بسعر اقل من سعر السوق. انما موضوع ان الكوز بيرجع تاني دلوقتي الطحن، بلاش الكوز بيلحقونا بالرده، لان احنا الرده دلوقتي بقى الطحن مقابل الرده بالنسبه للمطاحن وتعاملها مع الدوله في الخبز. هم بيحاسب الدوله ما بياخدش منها فلوس، هو بياخد الرده مكان الطحن مقابل الطحن. فاحنا عايزين بقى تتابعني. طب فين هي دي وصل الفلاح فين؟ ما هي دي بقت حق ليها، فبيتباع، ما ينفعش ان هو يتصرف مجانا. انا بس عايز اطلب منك طلب. لا انا ما بقولش مجانا يا استاذ سامي، انا بقول بنص التكلفه علشان نقدر نرفع راسنا، لان احنا هنروح تحت الارض. لا ان شاء الله لا. الصغيرين اللي زي تابعني بقى من التلفزيون، انا معاكم وانت عارف ان انا بص يا حاج حضرتك لو بتتابعني فعلا عارف ان انا لسان الفلاح وما بجاملش. فانا يعني حاطط نفسي مكانكم فعلا، انا هروح اشتري عجل بتلو النهارده،
اصرف عليه. طب وبعدين هسدد حقه منين؟ ما هو انت كلكم بتشتغلوا بالدين، يا اما واخد قرض يا اما واحد معاه فلوس بيشغلها، فلو خسرها حياته وقفت. ما ينفعش خلاص، ما موضوع الخساره بالنسبه له مش هيقدر يستحمله. النهارده كبار المربيين النهارده على ظهر السوق، اللي ميت ابو خمس حتات وست حتات. ايوه الضعيف. بشكر حضرتك يا حاج محمد. معايا فوزي، الحاج فوزي من اسماعيليه، اتفضل. من بني سويف. السلام عليكم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فوزي من بني سويف حضرتك. احسن ناس. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. والله انا كنت جايب قرض من البنك الاهلي اللي هو بتاع مشروع اضرار الالبان ده. أيوة. ليدي بي. وخدت القرض، خدت 150,000، جبت خمس روس اضرار الالبان. باين حلابي رحت جبتهم من على يد دكاتره يعني من بحري من مزارع برضه، باين كويسه يعني. فجبت المواشي عندي، فكنت جايبها والفه. المواشي عندي جت ما حصلش اعشار خالص، ولا طعمه نفعت معاهم، ولا المواشي تنطيط بره عجول يعني، طبقت عليهم بالعجول، ما فيش خالص يعني. لا تلقيح صناعي ولا طبيعي، نفع معاهم. ولا شوف، والدكاتره يعني قالوا لي انا مش عارف انت ايه الموضوع ده، ما فيهاش حاجه خالص، بس ما فيش، مش عايزه تنتج خالص ان شاء الله. يعني البهايم كانت بتصرف يا حاج و... كانت بتصرف. وكانت الدكاتره، انا غيرت الدكاتره كمان يعني. أنا ماشي، انا لا انا ما بتكلمش على الدكاتره، انا بتكلم دلوقتي انت. البهايم كانت بتصرف عندك؟ كانت بتصرف يعني، ما فيش اي مشاكل، كلهم كانوا بيصرفوا. كانوا بيصرفوا في ميعادهم عادي، في الدوره عادي. طيب انت كنت متابع ميعاد الشياعه بالظبط ولا لا؟ طبعا. يعني ميعاد ما كان بيبدا الشياع انت كنت بتبقى عارف ده ميعاد بدء الشياع؟ انا متابعهم على طول. مشروع فلوس جايبها من البنك، وكنت متابع قاعد ليهم عشان خاطر ربنا يرزقنا من جنبيهم بحاجه، واعرف اسيب الفلوس بتاع الكار بتاع البنك. تمام. انت بقى كنت بتلقح، لقحت الحيوان كم مره؟ انا لقحت في خمس مرات او ست مرات الحيوان. كل الحيوانات؟ كل الحيوانات. يبقى انت كده عندك مشكله. يبقى انت سؤال، يبقى قال لي لقح من عجول من بره تاني، لقحت تاني من عجول من بره يعني، الدكاتره قالت لي طبق من بره تاني، طبقت عشان خاطر طيب. ربنا يسلمنا والبعيد. انا بكلمك دلوقتي بسالك، يعني انت دلوقتي طالما كل الحيوانات حصلت عندها نفس المشكله، يبقى انت عندك مشكله عامه مش مشكله فرديه. تمام. طيب انت خسحبت عينة بروسيلا ولا حاجه؟ ايوه ماشي. الدكاتره اللي معاك قالت لك حل البروسيلا، شوف البروسيلا، ما هو البروسيلا بسبب اجهاض. لا، او ممكن الحيوان ما سحبتش اي، ما يعني الدكاتره اللي معاك قالوا ان ما فيش اي احتمال يبقى عندك مثلا بروسيلا. لا. طيب جاي كذا دكتور، قول لنا كده انت بتاكل ايه؟ كنت باكل خضره برسيم، وكان عندي كلاب، وكنت باكل سيبن طبعا وعلف. انت كنت بتحط املاح معدنيه؟ طبعا انا كنت بحط المركبات اللي هي كانت بتتحط على عليها. لا انا بتكلمش على المركزات، انا بحط، بقول لك انت كنت بتحط بتستخدم املاح معدنيه، بريميكس املاح معدنيه وفيتامينات في شغلك. بص، اصل الحيوان اللي جاي من بره ظروفه مختلفه عشان بس تبقى عارف، فبيبقى ليه متطلبات مختلفه. لو انت محافظ على الاملاح المعدنيه صدقني الحيوانات دي هتمسك. والحيوانات دلوقتي مش جايبه فلوس معايا. طيب سيبك بقى من حته الفلوس، دول محتاجين فحص دقيق، فانا هتواصل مع مدير مديريه الطب البيطري يتواصل معاك، ويكون في دكتور متخصص يجي يشوف التحاليل المطلوبه اللي نقدر نتعرف من خلالها على مشاكله. هو طالما بيحطش املاح معدنيه عنده مشكله، هو برضه هينصحوه هيقوموا بالتحاليل اللازمه. سيب لي لو سمحت رقمك بس مع الاعداد. تمام. المشكله دلوقتي بعرض البيان للبيع عشان اغيرها، المواشي بيجيب لي البقر اللي كنت جايبها ب30 بتتفصل لي ب8000 جنيه اخرها. دلوقتي احنا بنتكلم في انهيار الاسعار. بتجيب 8000 جنيه، انا دلوقتي مشكله، انا خسرت خساره كبيره جدا، مش عارف اسد الفلوس بتاع البنك. طيب بشكر حضرتك. استاذ سيف اتفضل. ازيك يا اسامه؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا، مساء الفل عليك وعلى ضيوفك الكرام. بشكرك يا فندم. الله يبارك فيك. احنا بنقابل المشكله يا فندم، ومش لاقيين حد يقف معانا خالص في اي فيها في المشكله بتاعتنا دي. اللي هي؟ مشكلتنا احنا جايبين قروض لانتاج المواشي الحلة بس، وعاملين مزارع، ودلوقتي المواشي كنا جايبينها غالي. فدلوقتي الاسعار المواشي كنا جايبين راس المشي ب 32 وب 30 وب 25 وب 28، النهارده ب 7000 وب 8000. ف
فدلوقتي مزنوقين في سداد البنك في سداد الاقساط. بس 7 و 8000 ده ما فيش حاجه ب 7 8000. هي اه الاسعار انخفضت ما وصلتش لكده. والله قسما بالله بايعها النهارده اهوت عشر خمس اشهر ولبن صبح ومغرب ب 7100 جنيه. طب انا استاذني بقى استاذ. طب الدكتور هيكلمك. هو حاج مين؟ سيف. حاج سيف. ايوه. بص مبدئيا احنا دكاتره في معهد بعوث الانتاج الحيواني. وبرده انا شغال في المشروع اللي هو بيديك القروض من وزاره الزراعه ده. تمام؟ اه. انا بس عايز اقول لك على حاجه صغيره، احنا معاك في المنظومه، ما هو انت ما تشتغل وتاخد قرض احنا بنشتغل، انت ما تجي لنا المعهد احنا برده شغلنا بيكبر ويعلى معاك، تمام؟ تمام. احنا عايزين بس نسال سؤال واحد، سؤال هو دلوقتي. انت عايز ايه اللي يحصل؟ يعني انت بنسال سؤال عشان احنا نبقى عارفين حل للمشكله. انت دلوقتي احنا المفروض نقول للحكومه علي السعر، يعني هي الحكومه هي اللي نزلت السعر، واحنا نقول للحكومه احنا بنحل المشكله. صدقني احنا بنحاول بس نفكر سوا. هي الحكومه هي ما نزلتش السعر عشان تعلي السعر، هي ما كانتش ماسكه السعر، كانت محدده سعره ونزلته. ده هو الموضوع، هو الموضوع عرض وطلب، زي السيارات بالظبط. عربيات سعرها نزل، في ناس انا كان عندي مثلا عربيه بكذا بقت العربيه ثمنها كذا، سعرها نزل. فانا دلوقتي بتكلم على جزئيه، احنا دلوقتي موجودين علشان حاجه، احنا دلوقتي مالناش دعوه بالسياسه العامه للموضوع، يعني التسعير أو ده او التسعير مش بتاعتنا، يعني احنا دي شكاوى بنسمعها منهم. احنا دلوقتي بنحل بطريقه ثانيه، بنحل جزئيه من المشكله. هستاذنك اتفضل. انا حاج سيف بفكر بحاجه ثانيه، في حاجه ثانيه خالص، بحاول ابتكر معاك. انا صاحب المشكله، فانا بقول انا النهارده باكل بكام؟ طب انا باكل صح، بصرف صح، في طريقه تانية ممكن تقلل التكلفه اللي عليا؟ ما هو انت لو انا سالتك سؤال مش هتعرف تجاوب، هقول لك بتكلف كيلو اللحمه كام؟ هتقول لي ما اعرفش. صحيح، احنا ما بنتعاملش بكيلو اللحمه، احنا بنتعامل بالراس كده في السوق ومواصلات. طب بالراس انت اشتريت 250 كيلو بعت 400، تعرف ال 150 كيلو دول صرفوا عليك كام؟ يعني كيلو اللحمه اللي انت زودته ده وقف بكام؟ ما هو انا مش مصير تكوين يا باشا، انت في انتاج للبن، وحتى في انتاج اللبن، ما هو انتاج اللبن ده دخل بيخش لك كل يوم، حتى صدقني ده ما بيتحسبش، لان احنا لازم يبقى عندنا طريقه منظمه، ده مشروع. أيوة، انت ابتديت دلوقتي تروح بنك تاخد فلوس وتمضي على ضمانات وبقى عندك استثمار، الموضوع مش انا هجيب حيوان هربطه عندي وادخل له اكل كل يوم، بعت منه لبن ما بعتش، دي جزئيه انا عاوز نحط ايدينا في ايدين بعض علشان يبقى انا بتكلم عن دراسه حقيقيه، عايز اقدم للمربي دراسه يشتغل بيها فيبقى عارف هو بيصرف كام علشان يبقى في سعر ثابتين عليه، افرض انا قلت لك بيع ب 50 مثلا يعني، طب انت كسبت كام؟ حتى لو انت بعت بالغالي او بالسعر المرتفع انت مش عارف كسبت كام. انا مش بدور على دي، انا بناشد جمعيات تنميه الثروه الحيوانيه، بناشد التعاونيين يبقى ليهم دور. ليه يا جماعه ما نقدرش نعمل شركه للتسويق؟ انا كنت عايز بس استكمل. طيب الدكتور هيسالك برضه على حاجه ثانيه. لا انا بس كل الموضوع عايز اقول لك ايه، احنا دلوقتي راس المال بتاعنا قل، تمام؟ تمام. بس احنا كنا شاريين بهدف. ايه هو الهدف؟ الهدف ان انا هاخد انتاج من الحاجه دي، يعني انا راجل مربي بستمر، صح؟ صح. احنا دلوقتي عايزين نمشي صح. ليه؟ لان الموضوع بقى مكلف، احنا عايزين نشوف لو احنا عندنا اخطاء دلوقتي نقدر نعدلها، نقلل التكلفه علينا، يقوم يزيد الربح، واخد بالك؟ هو ده الهدف اللي احنا ماشيين حواليه. عايزك تنسى جزئيه انخفاض راس المال دي، لان خلاص ده موضوع وانتهى. ده زي اي بيزنس في الدنيا بيحصل، ان راس مالي بيعلى او راس مالي بيزيد. طيب. بس انا دلوقتي هستمر او ما استمرش، هو ده السؤال. هتوقف عند الجزئيه دي. بشكرك يا حاج سيف. حاج سيف تابعني بعد الفاصل عشان احنا نبتدي نتكلم في جزئيات تانية مهمه جدا ليكم. بشكرك. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الثروه الحيوانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم مرة أخرى. أنا بيشرفني النهاردة وجود علمائنا، لأن هم مسؤولين فعلا عن جزئية تعتبر نقلة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية. لو إحنا اهتمينا بالتغذية السليمة وشفنا الطرق التغذية الدقيقة، الموضوع إن أنا مش بأكل، مش بملك كرش وخلاص، موضوع أنا بصرف إيه على تغذية عشان يبقى عندي معدل تحويل. برحب بحضراتكم مرة أخرى الدكتور أحمد سليمان أستاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ويشرفني وجود الدكتور مصطفى النحراوي أستاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني أيضا، منورني. أهلا. إحنا النهاردة عايزين ناخد فكرة إزاي نصرف صح،
ما هو انا معاكم ان في مشكله كمربيين في التسويق دي، ديها مسؤولينها، وانا بخاطب وزاره التموين، بخاطب الجهات اللي يعني قدمت اقتراح الاسبوع الماضي، قلت الناس اللي بتروح للهيئه العامه للخدمات البيطريه المستوردين اللي بيقدم طلب عشان يستورد من الخارج، الهيئه العامه للخدمات البيطريه بتبعت معاه او بترسل اطباء بيطريين عشان يفحصوا اللحوم دي اذا كانت حيه او مستورده وبلد المنشا والحاله الوبائيه فيها والوضع العام عشان توافق له. طب ما احنا عندنا استيراد من الداخل دلوقتي، ده احنا اللحوم على كلام المربيين اللي بيكلموني بقت ارخص من المستورد. طب ما بدل ما احنا هنسافر وبدل ما نروح نقدم طلب، وزاره الزراعه خدت قرار بمنع الاستيراد، يعني الا في الضروره وفي الاحتياجات الخاصه لبعض الاماكن دي، انما فتح الاستيراد على مصراعيه ده ما بيتمش دلوقتي. لكن انا بخاطب المستورد اللي انت بتفكر فيه، المربي الاجنبي اللي انت عايز تدعمه، عندنا عندنا منتجين هنا اولى ولحمتهم احسن، اللحوم بتاعتهم افضل. يا دكتور احمد، حضرتك اتكلمت عن جزئيه الطاقه والبروتين ووقفنا فيها عند جزئيه الطاقه، لكن انا عايز اكمل برضو. النهارده المربي اللي هو بينتج البان، الانتاجيه ضعيفه، يعني احنا الحيوانات اللي موجوده عندنا النهارده انتاجيتها ضعيفه مقارنه بالحيوانات المستورده. طيب المصاريف اللي هو بيصرفها، هل هيبقى في عائد منها؟ يغذي ازاي علشان يبقى في نسبه متناسب؟ من المهم جدا انه ابقى عارف الحيوان بتاعي في اي مرحله من مراحل النمو، دي واحده. الحاجه الثانيه ابقى عارف متوقع ان الحيوان اللي قدامي هيجيب لي قد ايه لبن او هيجيب لي قد ايه معدل نمو الولع، وبالتالي انا ابقى لازم احط في حسباني ان انا هغذيه بكام. النقطه المهمه جدا ان انا برضو ما اعتمدش على العلف المصنع اللي جاي من المصنع، حتى وان كانت عليه رقابه. المفروض ان انا اعتمد على نفسي في خلط مكونات العلف، لازم اتعلم ازاي اخلط مكونات العلف، قد ايه كسب، قد ايه ذره، قد ايه نخاله، احطهم مع بعض عشان خاطر في الاخر خالص اوصل الى توليفه هي فيها كميه البروتين اللي محتاجها الحيوان في الفتره دي وكميه الطاقه اللي موجوده فيها. طب انا عايز اتكلم على المرحله الانتاجيه اللي نعم. الحيوان بتاعه سنه وحجمه بينتج خلاص، مش بيؤهل الحيوان في المراحل الاولى علشان يبقى منتج، يغذي ازاي؟ موضوع التغذيه ان انا لازم احط حسباني، الحيوان الصغير يبقى محتاج علي مثلا توصل مثلا 16% او 18% بروتين. إذا كان الحيوان بيستجيب معايا لمعدل نمو أعلى ممكن أنقله من 16 إلى 18%، يبقى أنا أخذت أقصى فترة أقصى نمو وفي أقصر فترة تربية. أيوه. يبقى أنا وفرت. الحاجة الثانية الحيوان اللي عندي، لو الحيوان متوسط النمو أو النمو ضعيف يبقى أنا هديله عليقة على قد نسبة البروتين اللي هو يعني النمو بتاعه عشان ما أخسرش، عشان ما أحطش عليقة لحيوان معدل النمو بتاعه ضعيف وكمان الكفاءة بتاعته تبقى، الكفاءة التحويلية بتاعته تبقى قليلة، وبالتالي الحيوان ده لازم ايه، ده اللي هيخسرني. الحاجة اللي بعد كده ما اعتمدش الاعتماد الكلي على الاعلاف المركزة اللي انا بجيبها من بره. الصح المفروض ان احنا، لانه طبعا دي اغلبها فيها جزء كبير جدا مستورد، سواء كانت كسب فول صويا او حتى كسب قطن، لان كمية البذرة اللي موجودة هنا ما بتكفيش. فبالتالي المفروض اعمل حاجه بيسموها العلف المتكامل. احنا عندنا يمكن ذكرت في حلقات قبل كده عندنا 38 مليون طن مخلفات زراعيه صالحه لتغذيه الحيوان، بيتحرق منها نسبه كبيره جدا، بيسبب لنا مشاكل حساسيه بالنسبه للاطفال الصغيرين والناس الكبار في السن واصحاب الامراض. فبالتالي ليه انا ما استفدش منها واسحبها وبعد في الموسم بتاعها واخزنها بطريقه صحيحه وافرمها وادخلها في عمليه تصنيع اعلاف متكامله، يعني العلف المركز مع العلف الخشن، واخلطها بنسب معينه. يعني لنا تجربه سابقه مع محافظه المنيا تقريبا من سنه 2003 2004 2005 كانت في مصنع من مصانع شوشه اللي هناك، عملنا فيها تجارب رائعه جدا على مصاص القصب، طعمه حلو جدا، تم اضافتها للمركزات وطلعنا اعلاف حوالي 14 او 15 تركيبه، خفضت العلف تقريبا من 20 الى 25%، وطبعا دي كانت نتيجه هائله جدا. لما انا خفض في منظومه العلف اللي احنا بنقول على التغذيه دي تمثل 75% من تكاليف العمليه الانتاجيه او 80% في بعض الاحيان، لا ده انا خدت الربع بالنسبه لي انا تخفيض، او 20% ده شيء هائل جدا جدا. الحاجه الثانيه
انتاج اللبن برضو جاب نتيجة كويسة جدا مع الأعلاف دي، ودي طبعا كانت استجابة رائعة جدا بالنسبة للحيوانات اللبن، انها بتستجيب للمخلفات او الأعلاف اللي فيها مخلفات فيها مصاصة قصب، بس بشرط ان انا متأكد كويس جدا ان انا حطيت نسبة الكسب بتاعتي اللي هي محتاجها الحيوان او البروتين اللي هو بيحتاجه الحيوان. مهم جدا موضوع المضافات الغذائيه اللي احنا بنقول عليها، اللي هو سواء كانت خماير او فيتامينات او املاح معدنيه. وبعدين اذكر المربي بحاجه، لما تشتري كيس بريميكس بص فيه كويس جدا واقراه، اي بريميكس مكتوب فيه اكاسيد ما تاخدوش ما تشتروهوش، اي بريميكس فيه التركيب بتاعه كبريتات او سلفات اشتريه مهما كان ثمنه، اي مهما كان ثمنه غالي، لانه ده هيوفر عليك مشاكل كتيره جدا هيحلها لك، سواء كانت في عمليه الانتاجيه او عمليه التناسل او مشاكل كتيره جدا حتى الحيوان اثناء العمليه الانتاجيه، او اذا كان موجود جنين داخل بطن امه في فتره العشار. مهم جدا ان انا كمان استفيد بال المنظومة اللي موجودة الزراعية. يعني مثلا أنا عندي فترة الشتاء داخل على شهر 11 12 يناير فبراير، فيهم كمية برسيم كتيرة جدا، التغذية فيهم بتبقى رخيصة. مهم جدا إن أنا أحتفظ بجزء كبير جدا من البرسيم في الفترة دي، لأنه هيبقى فيه التغذية رخيصة إلى حد ما، أحفظه في صورة سيلاج أو دريس وأخزنه عندي لحين الحاجة لي. مهم جدا يكون عندي مزرعة عشان ما تعرضش لعمليات الهبوط والنزول بتاعة الأعلاف والخسائر اللي بتحصل في السوق. على الأقل لو أنا عندي حيوان مدر للبن وإنتاجه اللبن عالي أقدر أحتفظ بيه لفترة معينة، مش أروح أبيعه وبعدين أرجع أشتريه تاني بتمن تاني. الحاجة اللي عايز أنبه بيها كويسة جدا جدا، إنه مسألة انخفاض الأسعار بالنسبة للحيوانات دي فترة مؤقتة، وأوعدكم أنه أسعار الحيوانات هتعاود الارتفاع مرة أخرى. هتعاود الارتفاع ولا هيحصل استقرار؟ لأن كان في مبالغة على فكرة، هو برضو المربي بيخسر دلوقتي عشان كان في مبالغة في الأسعار. يعني الحيوان اللي يقول لك كنت بشتريه بأربعين ألف، هو ما كانش قيمته 40,000 جنيه، ده سعر وهمي 40,000 جنيه، بس هو اشترى بيه. نعم. فلما ابتدت الدنيا يبقى فيه كتير في معروض وفي استقرار ابتدت الدنيا تنكشف. هو مع نوع من التوازن ما بين العرض والطلب. ايوه. اول ما حصل هذا التوازن بدا يبقى السعر اللي معقول اللي هو القديم. سعر العلف بكام؟ سعر الحيوان بكام؟ بدات الدنيا تبقى طيب. معقوله. انا برضو عايز اتكلم مع دكتور مصطفى على جزئيه مهمه، دوركم كمعهد مهم جدا. التواصل المباشر ما بينكم وبين المربيين بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق الندوات الإرشادية. طبعا في أعضاء من المعهد بيشاركوا في عملية المتابعة الميدانية لإعطاء القروض اللي هي تخص المزارعين، وطبعا الناس دي بتنزل وبتدي نصايح وبتدي توصيات للمزارع. هي الفكرة كلها إيه؟ أي بيزنس في الدنيا ما بيمشيش على رتم واحد، لازم فيه يعني صعود وهبوط. الصعود والهبوط ده في ناس بتستمر وفي ناس بتطلع بره الموضوع. احنا بنتكلم دلوقتي على الناس اللي عايزه تستمر او الناس اللي هي عندها الحب الاستمرار في المجال او المتابعه في المجال. دلوقتي احنا عندنا حيوانات، الحيوان ده في حيوان لانتاج اللحم وفي حيوان لانتاج اللبن. بالنسبه لحيوان انتاج اللحم، انت بتشتري امتى وايه المخصصات اللي انت بتحطها للحيوان؟ رأس مالك ازاي؟ بتجيب اعلافك بأني شكل؟ بتجيبها منين؟ لو جينا نتكلم على الحيوان، احسن فترة للتسمين هي من سنة ونص لسنتين. ليه؟ لان ده فترة البلوغ الجنسي، اعلى معدل نمو. انا بكون لحم. يعني ايه بكون لحم؟ اللحم عبارة عن ايه؟ عبارة عن 250 كيلو اللحم عبارة عن 250 جرام أحماض أمينية. الأحماض الأمينية دي هي وحدة تكوين البروتين، و750 جرام مية. طيب نيجي على الفاتس أو الدهون، 850 جرام أحماض دهنية و150 جرام مية. طيب أنا محتاج
علشان خاطر اكون 4 امثال الطاقه علشان اكون كيلو واحد دهون، وهو مش مطلوب عندي. طب انت بتشتغل وانت تقول لي اصل انا بسمن فوق ال 450 وفوق ال 500، طب ما انت بتخسر. والجزار ما هوش عايز الدهن ده، وانت بتاكل اضعاف اضعاف الكميات علشان خاطر تكون 1 كيلو جرام دهن. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اكل، طب انا عندي اكل شكله عامل ازاي؟ اولا لازم الاكل يبقى متزن زي ما قال الدكتور احمد. انا باكل تسمين، المفروض ان انا احافظ على نسبه 14% بروتين. طيب في حاجه اسمها البيولوجيكال فاليو، القيمه الحيويه للبروتين. هل هو البروتين ده فيه جميع الاحماض الامينيه؟ واحد يقول لك لا اصلا ما احطش فول الصويا عشان فول الصويا غالي. لا، انا بقول لك حطه بكميات قليله. ليه؟ لانه هو هيديك نوع من انواع الاتزان الغذائي. القيمة النهائية هتلاقيها أرخص. صح. فأنا بحاول أحافظ. طب أنت دلوقتي حطيت، مش مهم تأكل كميات كبيرة. النهاردة لما أنت بتتكلم في ألمانيا، ما بيجي الكبير بتتكلم على حيوان اللبن بيأكل 70-30% أعلاف فورج لكونسنتريت، أعلاف مركزة لأعلاف خشنة. 30% أعلاف مركزة و70%، ليه؟ لأنه هو بيرجع الحيوان، حتى صحة الحيوان بتتحسن على أكل الأعلاف الخضر. بيقل تكلفة الدواء والمناعة بتاعته بتزيد، وحاجات كتيرة قوي مرتبطة بطبيعة الحيوان نفسه. طيب أنا لما أجي أعمل العلف المركز بتاعي بعمله إزاي؟ بشوف أي حد يجي المعهد عندنا يقول لنا والله أنا نقعد نحسب معاه. أنت سي مثلا عندك الردة بتاعتك حطت لها سعر معين، عند حد تاني بياخد الردة من محافظة لمحافظة سعرها أعلى بالنقل، فابعد عن دي. هنلاقي لك بديل، هنعمل لك تركيبه العلف المركز باقل تكلفه، نحسب معاك التكلفه اللي هي بتمثل 75-80% من التكلفه الاجماليه اللي موجوده عندك، وهي تتناسب مع السعر اللي موجود ولا لا. احنا مش موجودين غير عشان كده. صح. يعني احنا وظيفتنا ان احنا نوجد بدائل، حلول بديله للمربي. كان في اكتر من مره اتصالات جات لي، عندكم دورات تدريبيه؟ عندنا دورات تدريبيه. دي بتبقى مواعيدها ايه؟ احنا عايزين نتواصل معاكم. ده احنا لو واحد جالنا هندي له دوره تدريبيه. لو واحد جالنا كل يوم يسالنا سؤال هنجاوب عليه، ونقعد معاه لحد ما يفهم ويبقى طالع مبسوط. ده خلاف الدورات التدريبيه، ده خلاف الدورات التدريبيه غير المنتظمه. مفيش حد هيجي لدكتور موجود في المعهد هيقول له انا عايز مساعده وهو مش هيساعده. هيساعده بالامكانيات المتاحه عنده، ويقول له لا امشي في الاتجاه ده او ما تمشيش. دكتور احمد قال لي يعني حاجه جميله، قال لي دي فتره مؤقته وبعد كده الدنيا تستقر. حضرتك شايف كده برضه؟ زي اي بيزنس في الدنيا الوضع ده وضع طبيعي جدا. حصل قبل كده ارتفاع الاسعار وحصل انخفاض الاسعار وزاد التاني وقل التاني. اهم حاجه انا ببقى ماشي صح، انا بماشي صح. هي المشكله كلها عرض وطلب، عرض وطلب. يعني راس مال الكابيتال انفستمنت بتاع البقره دي تقريبا 40,000 جنيه. طيب العائد بتاعها قد ايه؟ طيب الريسك اللي موجود، المخاطره اللي موجوده عندي قد ايه؟ انا مامن ولا مش مامن علشان خاطر القيمه دي؟ طيب ال 40,000 جنيه دول انا حطيتهم المفروض ان هم بيجيبوا لي عائد شهري قد ايه؟ طب انا لو حطيته في مشروع تاني برضه هنتكلم، هو شغله زراعي، هنتكلم في مشروع زراعي، انا بدل مزرعه مثلا ال 40,000 دول مثلا هيزرعوا لي مثلا فدان من الحاجات اللي بتدي انتاجيه عاليه وبقيمه عاليه. طيب المفاضله دي هي لو مش موجوده عندك هو انت ماشي غلط، انت ماشي غلط. لو انت ما انتش عارف انت بتصرف قد ايه انت ماشي غلط. انت بتاثر، مش بيأثر بس على نفسه، يعني هو الانكم او العائد اللي بيخش له ده بلد. طيب المعدل التحويل من خلال زيارات حضراتكم والدكتور، يعني حضرتك دايما موجود مع المربيين، معدل التحويل اللي موجود مرضي؟ يعني انت شايف الناس بتكسب، يعني بتنجح ان هي تسمن او بتنجح ان هي تنتج لبن؟ الحيوان المستورد فيه ميزه ان انا اقدر اقول معامل تحويله كام. يعني ممكن اقول والله عشان انتج كيلو جرام واحد نمو ممكن اوصل مثلا لغايه 6 كيلو علف بالنسبه للحيوان المستورد. ممكن هذا الكلام يبقى مختلف تماما وفي اختلافات كبيره جدا بالنسبه للحيوانات المحليه اللي موجوده هنا، عشان ما فيش تركيب وراثي ثابت بالنسبه للحيوانات المحليه، مختلفه في تركيبها الوراثي. ممكن اوصل 7-7.5 اكتر شويه، اقل شويه، فطبعا ده ما فيش رقم ثابت. في تجارب اتعملت يمكن من فتره يعني مش بعيده في قسم البحوث الأغنام والماعز، عملها أحد السادة الزملاء على أنه هو يغذي حبوب
يعني مش الحبوب اللي هي معنى لا الحبوب اللي هي بنقول عليها مش مصدر طاقة وبس وفيها مصدر بروتين. وصل فيها معدل نمو محدش كان يصدق، يعني الغنم والماعز بتجيب مثلا 105 140 جرام 160 جرام في الحالات المعظمة كويس جدا. لا ده قدر المشروع ده يوصل لغاية 250 جرام 280 جرام في اليوم. أيوه. بالنسبة للغنم والماعز طبعا ده رقم هايل جدا تحت ظروفنا المصرية. المقارنة برضو اللي هنبصلها كويس جدا يمكن ذكر فيها جزء الدكتور مصطفى، أنا يعني هقتبسه وهضيف عليه. المربي اللي برا بيأكل حيوانات اللبن برا على مراعي أو أعلاف خضرة بنسبة 70% و 30% أعلاف مركزة، وبالتالي العليقة بالنسبة له هنا أصبحت رخيصة جدا. هنا قلبين المسألة خالص، بأكل أقول له لك 50-50 أو 60-40، 60-40 دي ما تنفعش. طيب بالنسبة للوقت حيوان بس حديثنا ما انتهاش، إن شاء الله احنا يعني نتمنى تكونوا موجودين معنا تاني نتكلم أكتر ونناقش مواضيع مهمة للحيوان، بس خرجت النهاردة كمان بمعلومة يعني شيقة جدا، إن أنتم عندكم دورات تدريب في المعهد موجودين على أتم استعداد، حتى لو واحد جالي يسألني عن سؤال أنا هكون موجود معاه، ده بخلاف الدورات اللي هي المنتظمة. بشكرك الدكتور أحمد سليمان أستاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، شرفتني، وبشكر الدكتور مصطفى النحراوي أستاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث الإنتاج الحيوان، شكرا جزيلا على وقتكم الثمين، بشكركم. مشاهد برنامج الثروة الحيوانية، احنا اتكلمنا في ملف مهم جدا التغذية السليمة، أما ملف التسويق من خلال تواصل مع المسؤولين ومن خلال التصوير الميداني في الأسواق، فعلا احنا في مرحلة صعبة ومرحلة تعتبر انتقالية من عشوائية ومن أسعار مبالغ فيها إلى استقرار، واللي هيدخل النهاردة وهيشتغل هيكسب وهيحقق هامش ربح عالي، لأن الحيوانات اللي سعرها انخفض في منها للتربية كمان، والحيوان اللي بتله ليه قيمة مهمة جدا واقتصادية لازم نحافظ عليه. ذبح الحيوانات الصغيرة وذبح الإناث هو خسارة كبيرة جدا للمربي وللدولة. شكرا لكم وإلى اللقاء.